of the Father, the Son and the Holy Spirit, one God. آمين. الكنيسة في يوم الخميس العهد بتعيد عيد سيدي. وهو أحد الأعياد اللي بتيجي يوم خميس. عارفين في الكنيسة في ثلاث أعياد بنصليها يوم خميس. أول واحد وهو فصح يونان ثاني واحد وهو عيد هلول الروح القدس والثالث عيد خميس العهد إيه الفرق ما بين Or what is the difference between the word covenant and the word promise? It's important for us to understand the depth of the meaning of the word covenant. Because something, a covenant and a promise are synonyms that carry the same meaning, which is not true. A covenant means it is a deal that is made between two people, and they each have to hold their end of the deal. On the contrary, a promise could be from one person. It does not entail or does not involve another person that is required to do an action on their part. And if, for example, I can promise to be at a certain place at a certain time. Or I can promise to give someone something. And I can promise to give someone a gift on their birthday. That's a promise. It does not require the other person to do anything on their part. But a covenant is different. Hilmetakhtalif. <laughs> كل واحد فيهم أو في طرفين كل طرف من الطرفين عليه جزء من المسؤولية لإكمال هذا العهد. يعني مثلا لما ربنا إدى عهد لأبونا آدم وقال له: نسل المرأة يسحق رأس الحية ده عهد. وإدى ربنا عهد لأبونا إبراهيم قال له نسلك يا إبراهيم يكون كرمل البحر إذ حفظ بنوك عهدي وإد عهد لأبونا نوح وإد عهد ربنا للكنيسة في العهد الجديد وهو عهد الملكوت والنهاردة العهد اللي احنا بنتكلم عنه أو اللي احنا بنعيد بيه وهو عهد خميس العهد هو عهد برضه بالملكوت عهد الملكوت لما ربنا ادى الإنسان ربنا ادى للانسان عهد للملكوت ده من ناحيه ربنا طب من ناحيه الانسان حاجتين اول حاجه الايمان بي قال من يؤمن بي فله حياه ابديه يبقى احنا للإنسان عليه مسؤولية الإيمان بالمسيح لأجل اقتناء الحياة الأبدية طب الجزء الثاني من العهد ده إيه؟ أول حاجة الإيمان ثاني حاجة التناول واللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو العهد بتاع التناول وعهد التناول ده ينقسم إلى ثلاث أجزاء ربنا ادانا فيه ثلاث حاجات عهد التناول ده أولا إدانا في جسد ودمه المن يشرب جسدي أنصر من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وأنا فيه إذن فهو عهد إيه حياة عهد حياة حياة أبدية ادهولنا ربنا من خلال جسده ودمه وبعد كده قال حاجة تاني قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيي وانا في ده عهد يونيتي عهد اتحاد قال ربنا انا هتحد بالانسان والانسان يتحد بي من خلال جسدي ودمي العهد الثاني هو عهد غفران الخطايا كل دول تحت عهد التناول يعني ربنا قال انا عهدي ان انا هديك جسدي ودمي ده عهد لما تاخده هيحصل ثلاث حاجات اولا هيبقى ليك حياه ابديه ثانيا هتتحد بيا ثالثا غفران الخطايا جسد ودم عمانوئيل يعطى لغفران الخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منه الكنيسه بتفكرني بالعهود بتاعت ربنا ديت كل قداس ليه عشان الكنيسه تقول لي خلي بالك You have a responsibility. You have a responsibility. علشان ربنا عشان تستفيد من العهد اللي ربنا قطعه مع الإنسان ليك دور ودورك إن أنت إيه؟ أولا تؤمن بيه وتعيش حياة توبة وثانيا إيه؟ تتناول من جسده ودمه. تتناول من جسده ودمه. في سؤال اتسأل لقداسة البابا شنودة. واحد بعد سيدنا سؤال قال له: طالما الجسد والدم كافيين لمغفرة الخطايا، طب إيه لازمة الاعتراف؟ سؤال ممكن يكون ويطرق على أذهاننا. سيدنا جاوب إجابة حلوة خالص. سيدنا قال: مش هينفع الانسان يتحد بجسد الله ويتناول من جسد ربنا ودمه الا لو كان انسان تايب وجزء من سر التوبه والاعتراف هو هو الاعتراف اذن هل ينفع الانسان يتحد بربنا من غير ما يكون تايب ما ينفعش ما ينفعش في التوب في سر التوبة والاعتراف أبونا بيدي للشخص المعترف صك صك بغفران الخطايا يكمل إمتى يكمل لما لما الإنسان يكمل أسرار المفروض ياخدها وهي جسد ربنا ودمه جسد ربنا ودمه عشان في ساعات واحد يقول أنا بعترف مني لربنا واتناول ف فخلاص انا كده الخطايا بتاعتي بتاعتي اتغفرت. هل ده ينفع؟ لا سيدنا جاوب وقال ما ينفعش. ما ينفعش. ربنا ادانا عهد. العهد بتاع ربنا صريح. والعهد بتاع ربنا احنا لينا فيه دور. Our responsibility is to fill the commandment. Our responsibility To fulfill the covenant of God, or for God to fulfill His covenant with us, is to believe in Him and to repent and to partake of the sacrament. And only then, only then, the covenant will be fulfilled. Only then, the covenant will be fulfilled. May God give us to live the fulfillment of the covenant so we may partake of eternal life with Him. The glory be to his name forever and ever. Amen.